الغراض صاروا برا لسه بدك شيء؟ ايه حبيبي، بدي اياك تيجي تقعد جنبي وتقلي مين هدول الصور اللي بالصندوق. هلا، الصور هي قديمه، شقيهم وكبيهم بالزباله. يوسف، شو هدول حبيبي؟ هادي لشوف. هدول فواتير تبع ذهبات اختي فايزة. ايه بس مو غريبة انه امك تحط فواتير قديمة بشي سري؟ يعني لو مالن قيمة وطعمة، ليش لحتى تعمل هيك؟ انت شو بدك تقولي؟ يلي بدي اقوله اذا كانوا الذهبات يلي ببيت وردة مو لامك. طبعا مو لامي. معناها بالجارور كان في 12 مبرومة وست اساور وخاتم، وهذا بيدل على انه في حدا قبلك فتح الصندوق واخذ الذهبات. شو هالتخبيصات؟ امي منلا الذهب. والله ما بعرف، هذا السؤال انت يلي لازم تجاوب عليه، لان امك ما انا امي. طيب يا محامية زمانك، كيف عرفت انه بالجارور في ذهب؟ والله ما بدي اذكر كثير، لانه حضرتك اخذت الفواتير وزتيتهم بدون ما تقرا التاريخ. شوف بعينك. قلت لك هدول فواتير ذهبات اختي فايزة، خلصنا بقى. شوف الفواتير كلهم بعدين احكي. ذهبات اختك جداد، يعني موديل حديث، اما هدول فواتير قديمين، يعني مستحيل يكونوا نفس التاريخ. انت شو اللي بدك اياه؟ اكثر من سؤال. وينهم؟ ومين اخذهم؟ وليد ولا فايزة؟ ولا الاثنين سوا؟ هذا الاحتمال مستحيل، لانه اذا قبل وليد فايزة ما بتقبل. معناها الذهبات يلي ببيت وردة هن لعمك. الله يرحمك يا أمي. شو؟ عم بتساوي المكتبة يا مثقف زمانك؟ بدل ما تساوي لنا حياة مثل العالم والناس؟ ولك أنت بتعرف قديش ورثت أمك؟ أحسب لك ياها بالورقة والقلم؟ هلا، أمي ما بتعرف وردة. أيوة، ما تكون أنت يلي لاطش المصاري. أنت بتعرفيني هيك؟ لا، بس أنا باعتبار أني محامي وبربط كل خيوط ببعضها، فأنا عم فكر إنه نتشارك أنا وياك لحتى نوصل على بر. وأنا عم فكر لا تشوشيني، فكري لحالك. يوسف، أنا في ببالي أكثر من سؤال، إنه من وين إجت المصاري؟ أمك شو كانت تشتغل؟ شو علاقتها بوردة؟ يعني باعتبار إنه أبوك توفى وأنتوا صغار وما ترك لكم شيء وهي ربتكم. طيب، توفى أبي، رحنا عشنا عند ستي، وأمي كانت تشتغل ممرضة بالشام وتجي بالشهر مرة واحدة تعطي ستي المصروف، تسهر معنا ليلة وترجع على شغلها. غيره؟ هلا أنت متأكد إنه أمك كانت تشتغل بالشام؟ أي متأكد. والله ماني عم أفهم. بتعرفي شو؟ يمكن لما أمي تركت الضيعة نزلت عند حدا من معارفنا ببيروت، ولما ما لقيت شغل رجعت عالشام. يعني وحدة عم بتدور على شغل لتاكل وتطعمي ولادها، من الله ضل كل هالذهب. اه بعدين انت شوف كل الفواتير، بين كل فاتورة والتانية في شي 3-4 سنين. ومو بس هيك، كل الفواتير بتحمل نفس اسم المحل ببيروت، يعني أمك كانت طالعة نازلة على بيروت. بعدين بالله من شو بتشكي محلات الصاغة بالشام؟ قلتلك بجوز كانت تنزل لعد ما عرفنا ببيروت. معناها بجوز تكون تاركة الذهب عندهم. اتصل انت فيهم وقل لهم ماما تاركة أماني عندكم. ما بظن أمي تترك هيك ثروة عندهم. أنا بظن إنه أمي باعت كل الذهبات بعد ما رجعت لعنا. بالله؟ وعلى أي أساس بنيت رأيك؟ بيت ستي كان بالآجار، لما توفت أمي اشترت البيت. يا لطيف، إنه على أساس بيت ستك كان قصر يلدز. خلصنا! خلصنا هالة، والله تعبت من هالموضوع.
انت لازم تواجه الحقيقة ولازم تعترف فيها. هلا، شو في لي بدوش تاني؟ ايه بدوش تاني، ميالك شو فايق ورايق. طيب بدوش تاني. ألو، مرحبا سيد طوني. أنا هالة، كنت ربيعة خانم زبونتك، تذكرتها؟ الله يخليك، تسلم. عم أحكي معك من الشام. حماتي كانت تاخد صيغتها كلها من عندك. بلا، أنا أخذت رقمك من ابنك، هلأ من شوي كنت عم أحكي معه على التليفون على المحل. تسلم، الله يخليك. حماتي كانت تاخد كل صيغتها من عندك. بلا، هي سمرة طويلة عيونها ملونة، الله يرحمها. ايه والله، عطتك عمرها من شي اسبوع، تعيش وتترحم. شكرا. لا لا لا، ما كانت تشتغل بأوتيل، خدمة زباين. قصدك يعني خدمة غرف. لا 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 ابدا، اصلا هي ما كانت تخبي علي شيء ابدا، كانت تحكي لي كل شيء. طيب سيد طوني، بدي اسالك هلا، حماتي كان عندها رفيقه اسمها ورده، كانت تضل معي، يمكن بتعرفها شيء؟ فهمت عليك. طيب لو بدي عزبك، يعني بتعرف شي حدا ممكن يوصلني لإلها؟ مزبوط، معك حق، علاقاتها مع الزباين عابرة. طيب بدي أشكرك كتير سيد طوني، عزبتك معي، أخذت من وقتك. شكرا شكرا لإلك، تعيش وتترحم. شكرا. حماتي روز خانم تخدم الزباين، العم والله مو باين علي ابدا. الله يرحمك يا حماتي يا روز. هلا، ومي ساعديني خلينا نرتب هاي الكتب بالمكتبة. يوسف، انت عم بتحاول تهرب وتنسى، او بالاحرى تتناسى. لك يا هلا، انا رجال بدي اعيش من شغلي ومن تعبي، وما بدي شي من حدا. ايه انت حر. هلا، ممكن تطلع من هذا الموضوع ولا بقى تفتحي بنوب؟ بس انا بدي اعرف هذا الرجال يلي بده يكون ابو ولادي، ليش بده يرمي هاي الثروة؟ لك هي امك يا بني ادم. لك حتى لو كانت امي. ليكي، امي هدمت قيمه منشان تبني قيمه ثانيه، فهمت علي؟ لا مو صح، بجوز كانت ظروفها صعبه كثير وهي جبرتها انها تشتغل ببيروت بخدمه شو؟ انت حكيتي مع... انا اسفه، انا حكيت معه لطوني الصايغ بمحل بيروت. بتحب احكي لك؟ لا تحكي لي شيء. المصاري اللي جمعتها امك هي مشان تضمنوا حياتكم. المصاري لعنه، فهمتي علي؟ المصاري لعنه. يوسف يا عمري، انت بتعرف ليش امك عطتك الخزانه؟ لانه هي بدها يكون بيتك بيت العيله، لانه هي بتثق فيك.
انت عرفت الرسالة اللي بدها تقلك اياها؟ ايه انا بعرف، عم تبرر لحاله وعم تبرر لي شغلة بنت عارة. لا، هي كان بدها تربيك انت واخواتك احسن تربية بغض النظر عن الوسيلة. لك انت بتعرف انه هي امي، كرامتها من كرامتي وسمعتها من سمعتي. يا عمري انت، امك ما حدا بيعرف شي عن ماضيها، حتى وردة يلي بتشتغل معها ببيروت ماتت، يعني كل شي مدفن معهم. ما بكفي انا بعرف هالماضي العظيم؟ انا تحطمت صورة امي عندي، تخيلي لو كانت عايشة وطلبوها هلأ لتستلم الاساور، شو كان موقفي قدام العالم؟ حبيبي انت خجلان من كلام العالم، بس اللي صار مع امك ما له مسؤوليته وما له ذنبه. كنت مفكر ان المبادئ والاخلاق والقيم هنن اللي بيعملوا الانسان. لا بقى تفكر بشي وروح استلم الامانه يلي تركت لك اياها. ما عم بقدر يا هلا، هلا تركيني لحالي خليني افكر. فكر على ما، بس تذكر هلا انه في امانه برقبتك وفي عائله كبيره برقبتك، انا واخواتك وابنك اللي جاي على الطريق.